أظل أفكر أقول أنا شلون بهاي الحالة لو الفريق وضعه زين كان ممكن أهرب. أنا أقول لك أهرب لأن ما تقدر تتحمل هاي المتراكمات. لكن تدري شنو الفرق إذا وضعه زين أو مو زين بالهروب؟ أنا أقول لك أنت الآن يعني هم تتلم على هذا النادي مر بهاي المحنة وأنت تتخلى عليه. صدقني الآن إذا أنا أطلع من نادي طلبة الفريق يهبط، لأن هواية أمور أنا شلتها مع الأخوان الكادر التدريبي وبعض الإداريين اللي دا يدعمون الفريق. لكن أنت لو وضع الفريق جيد أنا أقول لك أطلع أقول هذا الفريق مأمن عليه، لكن الآن الوضع أنت مركز 17 ما ممكن تتخلى عليه، لأن الفريق أنا أقول لك يهبط، لأن كل الفرق الآن جابت لاعبين أجانب، حتى السماوي جابوا لاعبين أجانب، القاسم جابوا لاعبين أجانب. زين انت من الفرق اللي هسه راح تنافسك؟ هي هاي الفرق اللي تنافسك. انت شلون جاي تتفرج على تعاقدات الانديه وانت بالمقابل عندك نزيف من اللاعبين؟ نعم. كلها تريد تطلع من الطلب. صحيح. شلون جاي تتصرف؟ احنا استاذ علي يعني هي هاي المشكله. انا اول شيء يعني بعد السبع لاعبين لان اعرف مستواهم ما يخدم الفريق، والسبعه هم طلبوا انه يطلعون لان عندهم حقوق على وما يقدرون بعد يبقون، ما عندهم الرغبه. تقريبا 14 لاعب ابتعد. البقى يعني يمكن محمد زام الاخير لاعب انا انطيت استغناء يعني، والجمهور لامني، لكن صدقني مساله انسانيه لازم انطي هذا لاعب